قاعده نصور وحدي وتو تعرفوا علاش. احمد اليوم عندنا كوغ ميتراج باش نصوروه انا وياسين واحمد، دونك هاني هابطه باش نشوفهم هما وين وصلوا كل شيء باش نبداو نصوروا الكوغ ميتراج نتاعنا. اما اقعدوا تابعوني على خاطر باش نعملوا مفازه باش تقعدوا تضحكوا عليها على الاخر. شويه ونكلمهم تو نعاود نحل الكاميرا. الكاميرا قعدت معايا ذيك علاش استغليت الفرصه باش نعمل فازة. هاي اقعدوا معايا هاني باش نكلم مقدمكم. باش نكلم ياسين انا توا حطت بغلاخ تستنيولي. الو وي وي وين وصلتوا؟ انا تصلي قريب نجي وعلاش علي هاي سنة فيكم من هاني خرجت توا بيه يا نقاط هاي تشا تشا وي هاي كي جيو تنصورهم لكم. جيو 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 عسلامة. كاميرا شارج نصور في انترو. هاي نبداو. هاي قولوا باي باي. باي باي. اسمعوني هما توا قاعدين يسلموا على ما وكل شيء وانا لازمني نخبي كاميرا باش ما يشلقوش بها. تنقول لكم شنو باش نعمل. كاين باش نحطها هوني عندي اللي مو بون كيف باش نقول لكم ما يظهرش ان شاء الله ما يشوفوهيش وكها. نعش وما باش يقعدوا هوني مع الماء. ايه سامبا. عطاو كي يجيو قبل ما يجيو بشويه نعاود نشعل الكاميرا في سافيسا وبعد كده تتفرجوا. ساعة تسلموا مت بالصالة مت بالصالة مت بالصالة هيدا هيدا هوني بك مت بالصالة ما رصنا هالصح. صلي عني بيو صلي عني بيو. حابين السيناريو بتاعكم؟ استنى حتى عندي فازة راني في السيناريو انا معاش. لا 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 حنمشي التواليت. انا وين التواليت؟ اه فاس هاني جاية. تيجي شوي شو نعزي شو ساقطة بي اسمعني ايش اهبط هبط ايش بيه انا مخبيتها تو الكاميرا فهمت مش نعمل مقلب في احمد رجولة يا ريت لي انا نحكي عليها ولي انا نقوله تمشي معايا في الخط مريقل متفاهمين هتتك شوي اللي يقولوا انا وعلي صوتك ما تخطوش الكاميرا ايه هي شنو قلت لي عندك فازة في السيناريو ولا شنو؟ شو قلت راني مانيش باش نقدو الدور هذا شنو؟ مانيش باش نقدو الدور شنو هو ما الدور باش نقدو؟ الدور هذايا هز البلاد نتاعك. اسمعني هاي لازمنا نبداو الدور نتاعك ما عادش وقت جملة ضيعنا برشا وقت و ليه ليه احمد نحكي بجدي مانيش باش نقدو والله مانيش باش نمثلو ياسر المرة اللي فاتت خينا زوجية خرجتني دار كيفاش المرة هذيا دورها كي شنو تحبهم ياخذوا عليا العباد فكرة تحكي بجدك اي والله اش معناها ماكش تقدر ما عجبنيش احمد الدور ما عجبنيش جملة زيدا جملة جملة خرجتني مش نورمال حاسيب وكي ما عجبكش الدور علي ما حكيتوش الكلمة هذيا في ريونيون الجمعة ما في باليش انا قلت كيما نقولوا قريتو بالكدا وفهمتو كل شيء استوعبتو وبعديك حسيتو لي هو ما يلمنيش وكذا. ايوا استوعبت انت على درنا المينوت وقت اللي نحن باش نصوروا التورناج نتاعنا. نجمو نصوروا اي حاجه اخرى تنقدوا حاجه هكا فيت في تك تك. يا اللي انا ما فيت في وانا شبيك معلم نقدموا ولا نوخر ولا عملنا ريونيون الجمعه اللي فاتت عجبك الدور قبلتو تخدموا الدور نتاعك. انا راني ما نخدمش دور هكا. انت شنو تعمل لي انا ما نخدموش دور هكا باش نخدموا الدور هذا. شباب شباب من غير عياط انت من غير عياط. هي قدك ما تحب تخدم الدوره تحب تخدم لا سير سير
على راحتها زهري وش تعملها؟ ليش نوع على راحتها؟ شبي ما كخلتوشك لما ذي في ليونيو جمع الفيت معلينا نكتب ونكسر راسي وعملنا ليونيو وش نقشوا فيه الموضوع هذا وكل جاي الزوز قبلتوا بالأدوار بتاعكم مش نوع جيني على دينيو هو هي قرر قبلو القابل إنا دورها كي راني ما نخدموش ما نمثلوش عليه ما تكلمتوش كلمة ذي جمعة اللي فاتت يا أنا جمعة كاملة نحكيه مع بعضنا على السيناريو عليه ما تكلمتش علي تاول اليوم على ديرنير مينوت يصول مش كل يوم ولا خدوة ولا مربوطين بوقت مربوطين بوقت وقت لازمنا نهار السبت نهبطوها نحن الخدمة معناه تجيني توا معناه نزيدو نحن نرقدو شين جمعة أخرى باش نعاود نشوفو فكرة أخرى ونصورو ودرا شنيا وكل تتكلم انت ماك معانا في الريونيون شوف تو نحن في الريونيون قابلنا انا قبلت بون 50 50 اما انا قبلت حتى انت 50 50 نتكلم حتى تدخل يتكلم تو عجبتني اي 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 تدخلوا لي تكلم يا لحظه يا ربي لحظه يا ابني نحن لازمنا نقعد في نفس السنين تاع لي كور متر ما نجموش نبدلوا خليني قدمت الكوين انا زوجيه جمعه الفاتر اي ياخذوا عليه فكر ديما يسكت انت دقيقه لحظه خلينا نتكلم انا نتكلم لحظه انت شنو انت تحب تولي ممثله ولا قاعدة تمثل معناها انت هذيك هي حقيقتك يمك شخصيه مركبه عليك قاعده تخدم فيها بالعكس تخدمها وتنجحها هذيك قوه الممثله تقول لك شخذ عليه فكره خايبه ويعرفوك العبد اللي انت تمثل ماناش نتكلم شنو اللغه اللي تحكي فيها هذه قضيه تقول فيها تفضل تكلم شنو خلينا نتكلم تقابلنا في الريونيون كنا قبلنا بالدور هكا كل يوم نحكيو في الجروب بالابيل وكل شيء وتسال فيها صفاء وعجبها الدور بالكش هي اخويا جمعة كاملة ما عنديش شجاعة باش تقول جدة وقالت خويا هي ما تحبش تخدم خدمة على راحتها صح ما تلزمش عليها برس امك لا تهبلني حتى انت من فوق شنو عندها جمعة كاملة ما عنديش شجاعة وتجيني نهار التورنال باش نصوروا معايا وتخلينا نجيو شو احكي بالكدا احكي بالكدا وعارف كيفاش تحكي وتبداش تعمل لي في النوامر بتاعك توا يا دي قال لي نحكي معاك عادي شنو شوف ريتو ريتو الكل متراجع ده باش يتصاوب بالصفه عليكم باش يتصاوب باش يتصاوب هي مش حابه تخدم حتى انا اخويا مانيش خالد هاي بهيش هكا معناها والله تحكي بجدكم على كيف تعلم باش تحكي مع العباد تتعامل مع اللي يخدم معاك وقت تخدم من الروايه اخمال معناها هكا انا ما نخدموش راه معناها الكيب تاعنا نعمل اساسا من الناس نحن ما نحبوش نجيبوا العباد ونخدموا نحنا مع بعض باش يصيروا فازت هكا اي انا راني ما نخدمش خويا عارف كيفاش تحكي وعارف مانيش خادم مانيش خادم يا رب كيفاش تتعامل وقتها تنحكي معاك بالي بالي قلنا لها تنسى كل هالشيء وبارك الله فيكم وانا الغالي تصلى ونمشي شنروح ما كماكمش تخدموا الاخر اذا الفيلم دبدوه سيدي عاد بعد سيب 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 برينك قامي تقول لنا حلوليت فرش كيفاش خبيتها بجهرب والله تفديك ماس شو جوك مين والله تفديك ماس بقول ولا قولي سيارة قولك في المقلب اللي عمل لي فيك يتكبس على الاخر يا ولدي شو قلت مانيش خاد ما ودنا فيه خويا صح عليك اعلنت الحرب انا تو يا خويا كان عندك هاهو قدام لعبك كان عندك ما تعمل وعندك ما تجاوب وريني على المباشر ليه؟ ورسم كسنة فيني كسنة عطيك كسنة على فكرة راهو بالحق تكبس اما والله العظيم مفيش مسكت على عبد يا باشا بالك انا في باليس كي مش كنت في التواليت هي عدت تفكر حسيت معنى فكرتك انت يا ذي الكل بيان سوخ شباب في سندلو بيعطيكم الصحة كانت معكم ذي المقلب تاع ايا على الزوالي احمد على الزوالي دونك ما تنساوش لكن انتم جديد على القناه اعملوا ذي سبسكرايب معناتها ابونيفو وحطوا لنا جيم كان عجبتكم الحلقه نتاع الحلقه هي دونك نقول مني ومني ومن احمد ان شاء الله نهاركم بيس اند لوف